بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب في سنة طلاق العبد. حدثنا زهير بن حرب، حدثنا يحيى يعني بن سعيد، أخبرنا علي بن المبارك، حدثني يحيى بن أبي كثير أن عمر بن معتب أخبره أن أبا حسن مولى بني نوفل رحمهم الله أخبره أنه استفتى ابن عباس رضي الله عنهما في مملوك كانت تحته مملوكة له، فطلقها تطليقتين ثم عتقا بعد ذلك، هل يصلح له أن يخطبها؟ قال: نعم، قضى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن المثنى، أخبرنا عثمان بن عمر، أنبأنا علي بإسناده ومعناه بلا إخبار. قال ابن عباس: بقيت لك واحدة قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل رحمه الله قال: قال عبد الرزاق: قال ابن المبارك لمعمر: من أبو الحسن هذا؟ لقد تحمل صخرة عظيمة. قال أبو داود: أبو حسن، أبو الحسن هذا روى عنه الزهري. قال الزهري: وكان من الفقهاء، روى الزهري عن أبي الحسن أحاديث. قال أبو داود: أبو الحسن معروف، وليس العمل على هذا الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الأمين سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وخير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. هذا الحديث أيها الإخوة في أحكام الطلاق يتعلق بأحكام المملوكين الأرقاء الذكور والإناث، وقد جاء في شريعتنا ما يدل على التفريق بين الأحرار والأرقاء في بعض الأحكام. فالعبد مثلا الذكر لا يكلف بصلاة الجمعة لأنه مشتغل بمهنة سيده، فعذره الله سبحانه وتعالى. والعبد إذا زنى وهو محصن، بمعنى أنه سبق له أن تزوج ودخل بزوجه في نكاح شرعي صحيح، فإنه لا يرجم، لا يرجم، ولكن عليه الحد، يجلد، لأن رجمه يعني قتله، وفي قتله إتلاف لمالية سيده. الشاهد من هذا أيها الإخوة أن هنالك تفرقة في بعض الأحكام بين الأرقاء وبين الأحرار، والشريعة راعت ضعف الأرقاء وكونهم تحت أيدي ساداتهم، فخففت عنهم في بعض الأحكام. والطلاق الذي تقدم معنا في شأن الأحرار نصابه ثلاث تطليقات، ثلاث تطليقات، يعني أن الرجل إذا تزوج فإنه يملك ثلاث تطليقات، في الأولى والثانية
يملك الرجعة فيهما، يملك أن يراجع امرأته، وقد مرت معنا بعض أحكام الرجعة يشهد على ذلك ويقول راجعت امرأتي وتعود إلى عصمته بدون عقد وبدون مهر جديد، إلا إذا انقضت العدة قبل المراجعة في التطليقة الأولى وفي التطليقة الثانية، فإنه لا يستطيع أن يعيدها إلى عصمته إلا بعقد ومهر جديد، وتبقى له تطليقة واحدة. لكن إذا طلقها الثالثة فإنها تبين منه بينونة كبرى، لا يستطيع أن يراجعها إلا إذا تزوجت ودخل بها زوجها الثاني في نكاح صحيح ثم طلقها، فإنها إذا اعتدت يمكن لزوجها الأول أن يخطبها وأن يعقد عليها. وهذا ما ذكره الله سبحانه وتعالى في قوله الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. المقصود بالمرتين الرجعيتين، الطلقة الأولى والطلقة الثانية. ثم قال تبارك وتعالى فإن طلقها، يعني الطلقة الثالثة، فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فإن طلقها يعني الزوج الثاني فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله. وكان لا بد من بيان حكم طلاق العبيد. هذا العبد إذا طلق زوجه كم طلقة يملك؟ كم طلقة يملك العبد؟ الحديث هذا يدل على أنه يملك طلقتين، ليس كالحر. يعني إذا طلق الأولى فهي رجعية، وإذا طلق الثانية بانت منه زوجه بينونة كبرى لا يستطيع أن يراجعها حتى تنكح زوجا غيره. ثم بعد ذلك لو طلقها وانقضت عدتها يحل له أن يراجعها بعقد ومهر جديد. هذا عند العلماء أثار قضية، وهي الطلاق معتبر بمن؟ من هو الذي يملك الطلاق؟ والرجعة، الطلاق والرجعة تتبعه. فالطلاق لا شك أنه للزوج، الذي يملك الطلاق هو الرجل، فالطلاق معتبر به. فإن كان حرا، إن كان الزوج حرا فإنه يملك كما قلنا ثلاثة تطليقات، ثنتان رجعيتان وواحدة الثالثة تبين بها امرأته. وإن كان عبدا فإنه يملك تطليقتين، الأولى رجعية والثانية إذا وقعت منه بانت بها زوجه بينونة كبرى. يملك العبد تطليقتين. طيب العبد هذا قد يكون متزوجا بأمة، وقد يكون متزوجا بحرة. يصح هذا أن يكون العبد متزوجا بحرة، فهل الطلاق هنا معتبر بالرجل أو معتبر بالمرأة؟ الحديث هذا يدل على أنه معتبر بالرجل، وهذا هو ما ذهب إليه جمهور العلماء من أن الطلاق معتبر بالرجل. إذا كان الرجل حرا يملك ثلاثة تطليقات، سواء أكانت زوجه حرة أم أمة. وإن كان مملوكا فإنه يملك تطليقتين، سواء أكانت زوجه حرة أم أمة. وبعض العلماء يقول لا، هذا معتبر بحال المرأة، إن كانت المرأة حرة
فإنه يملك 3 تطليقات، وإن كانت أما فإنه يملك 2. وعلى كل حال الذي ذهب إليه جمهور العلماء أن العبد يملك 2 حتى ولو كانت امرأته حرة، لأن الطلاق معتبر بالرجال. الذي يملك كلمة الطلاق من هو؟ الرجل، كما جاء في بعض الآثار: إنما الطلاق لمن أخذ بالساق، يعني لمن يستطيع أن يعاشر المرأة بشرع الله سبحانه وتعالى، وهو الرجل. الرجل هو الذي يملك حق الطلاق، فإذا كان عبدا فإنه ليس له إلا أن يطلق إلا 2، وإن كان حرا فإنه يستطيع أن يطلق 3. في هذا الحديث الثاني عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن هذه الأمة لو تزوج العبد بأمة ثم بعد ذلك طلقها 2 وفي عدتها أعتقهما السيد، أعتق العبد وأعتق الأمة، أصبحا حرين، فهل هما هنا في مقام الأحرار يعاملان معاملة الأحرار بحيث تبقى لهما 1، أو هما من باب العبيد باعتبار ما مضى وقت وقوع الطلاق فلا يكون لهما إلا ما مضى، فتبين منه بينونة كبرى وليس له أن يراجعها بعد الحرية؟ هذا الذي يروى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه يملك الرجعة عليها باعتبار حريته، باعتبار أنه أصبح حرا. هذا الكلام فيما إذا كانت العدة باقية، لكن لو انقضت العدة انتهى كل شيء، لكن لو كانت العدة باقية فإنه يقول ابن عباس يملك الرجعة عليها فيما لو أصبح حرا، لأن الحر له 3 باعتبار ما جد في حياته. فبعض العلماء يعامله بمقتضى ما مضى، وبعضهم يعامله بمقتضى ما استجد، وهو أنه أصبح حرا. على كل حال أحكام العبيد هذه أحكام ثابتة في شريعة الله سبحانه وتعالى، وإن كان الرق في زمننا المعاصر قد انتهى، لكن هذه أحكام شرعية لا بد من أن نتعرفها، لأنها مذكورة في كتاب الله وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، ولا حرج على المسلمين في أن تبقى هذه الأحكام ثابتة، لأنها تدل على شريعة الله المطهرة، وتدل على رحمة الله وحكمته بعباده ومراعاته لضعف خلقه. فلا يمكن أن يقول إنسان الآن إنه انتهى الرق فلا حاجة لنا بهذه فنحذفها، لا، هذه أحكام ثابتة في شريعة الله سبحانه وتعالى، وإن كان الرق قد انتهى الآن لكن هذه الأحكام ثابتة في شريعة الله سبحانه وتعالى. حدثنا محمد بن مسعود، أخبرنا أبو عاصم عن ابن جريج عن مظاهر عن القاسم بن محمد رحمهم الله عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طلاق الأمة 2 وقرؤها 2. قال أبو عاصم: حدثني مظاهر، حدثني القاسم عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، إلا أنه قال: وعدتها 2. قال أبو داود: هو حديث مجهول، مظاهر ليس بمعروف. نعم، هذا الحديث يضعفه العلماء ضعفا شديدا، لأن مظاهرا هذا مجهول، والجهالة هذه قادحة في صحة الحديث، إضافة إلى أنه هذا الحديث يعارض الأحاديث
الأخرى في مسألة العدة، في مسألة العدة: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها النبي، إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. وجاء في قوله تبارك وتعالى أيضا: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، والحامل أجلها أن تضع الحمل، عدتها أن تضع حملها، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فهذا الحديث يعارض هذه، إضافة إلى أنه من رواية مظاهر هذا، ومظاهر هذا مجهول فهو ضعيف، والحديث بهذا منكر لأنه يعارض الأحاديث التي أثبتوا، هي أثبتوا منه. نعم، على أساء، وإذا ظاهره يدل على أن عدة الأمة حيضتان، أو كما جاء في الحديث الآخر قرؤها، في الحديث الأول قرؤها وفي الحديث الثاني عدتها، والقرء هو الحيض، والمقصود به هنا العدة، العدة سواء كانت بالحيض أو بالطهر. فقرؤها يقول حيضتان، وتطليقها تطليقتان، يعني أن الأمة تطلق بطلقتين ليست كالحرة، وعدتها حيضتان، يعني إذا لا يشترط فيها ما يشترط في الحرة من أنها تعتد بثلاثة قروء، ثلاثة قروء يكفي أن تعتد بحيضتين. لكن كما قلنا هذا الحديث مضاعف عند علماء الحديث. نعم. باب في الطلاق قبل النكاح. حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا هشام حاء، وأخبرنا ابن الصباح، أخبرنا عبد العزيز بن عبد الصمد قال: أخبرنا مطهر الوراق عن عمرو بن شعيب عن أبيه رحمهم الله عن جده رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا طلاق إلا فيما تملك، ولا عتق إلا فيما تملك، ولا بيع إلا فيما تملك. زاد ابن الصباح: ولا نذر إلا فيما تملك. حدثنا محمد بن العلاء، أنبأنا أبو أسامة عن الوليد، عن الوليد بن كثير، حدثني عبد الرحمن بن الحارث عن عمرو بن شعيب بإسناده ومعناه. زاد: ومن حلف على معصية فلا يمين له، ومن حلف على قطيعة رحم فلا يمين له. حدثنا ابن السرح، أخبرنا ابن وهب عن يحيى بن عبد الله بن سالم عن عبد الرحمن بن الحارث المخزومي عن عمرو بن شعيب عن أبيه رحمهم الله عن جده رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الخبر. زاد: ولا نذر إلا فيما ابتغي به وجه الله تعالى ذكره. نعم، هذه أمور عديدة، بعضها لا يتعلق بكتاب الطلاق الذي معنا، لكن المصنف رحمه الله أورده في هذا الباب لأنه ورد في بعض جمله ما يدل على موضوع الطلاق. والحديث الأول النبي عليه الصلاة والسلام يذكر فيه، يقول: لا نذر، لا طلاق إلا فيما تملك، ولا عتق إلا فيما تملك، ولا نذر ولا بيع إلا فيما تملك. والحديث الذي بعده زاد فيه قال: ولا نذر إلا فيما تملك. فالطلاق إنهاء عصمة النكاح، إنهاء عصمة النكاح، لكن ممن يملكها؟ ومن هو الذي يملك عصمة النكاح؟ هو الزوج الذي عقد له النكاح بطريقة شرعية صحيحة، قبل فيه إيجاب وقبول وفيه ولي وفيه شهود، فعقد له النكاح بهذه الطريقة، هذا هو الذي يملك النكاح. لا بد من تقدم الملك، ملك العصمة، ملك الرجل العصمة، عصمة النكاح بهذا العقد، فهو الذي يملك الطلاق.
والأمور الأخرى التي ذكرت في الحديث كلها تدل على اشتراط تقدم الملك لصحة التصرف، لصحة التصرف. يعني إذا كان الطلاق لا يصح إلا ممن ملك العصمة وهو الزوج، والملك هنا ليس ملك يمين وليس استرقاقا ولكنه ملك للعصمة. كذلك في مسألة العتق، لا يملك الإنسان أن يعتق عبدا، لا يملكه، لا يستطيع أن يعتق عبدا لا يملكه، لأن من شروط العتق أن يكون هذا الرقيق مملوكا لك حتى تستطيع أن تعتقه، وإلا لو لم يكن هذا صحيحا للزم منه أن كل من أعتق رقيق غيره أنه جرى العتق فيه، وهذا فيه فساد عظيم، فيه فساد عظيم. مما يروى في هذا أن أبان ابن عثمان ابن عفان، عثمان بن عفان الخليفة الراشد رضي الله تعالى عنه، له ابن اسمه أبان من علماء التابعين، كان من العلماء، ولكن أبان هذا كان له رأي لا يقره عليه العلماء. ما هو رأيه هذا؟ رأيه أن من أعتق عبد غيره فقد جرى عليه العتق وعليه القيمة في ماله لسيده. يعني إذا جاء واحد يمشي ورأى عبدا مملوكا لفلان من الناس فقال هذا العبد حر، أبان يلزمه، يقول العتق صحيح، العبد أصبح حرا وعليك القيمة، أن تدفع قيمته لسيده. كان في الكوفة رجل من الفقراء هؤلاء الذين ليس لهم يعني شيء يهتمون له، وكان يذهب إلى الأسواق ويذهب إلى مجامع التجار لعله أن يجد شيئا. فلما سمع بهذه الفتوى ذهب إلى مجلس شيخ تجار الكوفة، وكان عند هذا التاجر عبد كاتب وحاسب، عبد يعني على مستوى سيده يعتني به ويحتاج إليه، لأنه هو الذي يدون له بضاعته وسجلاته وكل شيء، سجلاته وكل شيء. فجاء حتى وقف على رأسه والتجار محيطون به في مجلسه، قال يا فلان عبدك هذا حر. فانزعج الرجل، لأنهم يعلمون الفتوى أو رأي أبان بن عثمان، وأبان كان هو الوالي، هو عالم وهو الوالي. أخذوا هذا الصعلوك إلى أبان وأخبروه بالقصة، فقال انقده ثمن عبده. هذا العبد ليس كبقية العبيد، هذا عبد شيخ التجار، وعبد في هيئته وفي خبرته وكاتب وحاسب، ثمنه عالي جدا، يعني ليس كثمن بقية العبيد. قال انقده ثمنه. ضحك، هو لا يجد قوت يومه فضلا عن أن ينقد ثمن عبد، فضحك ووقف. قال ما لك؟ قال ما عندي. قال خذوه إلى السجن. فلما رأى الجد وأنهم سيأخذونه إلى السجن قال والله لا أحبس في صغير، ما دام المسألة حبس الواحد يحبس في شيء كبير، يعني هذه مسألة صغيرة. التفت إلى أبان وقال عبيد أهل الكوفة كلهم أحرار، هذه مصيبة، من أين لأبان الآن ومن أين للناس أن يضمنوا أثمان هؤلاء العبيد؟ قال عبيد أهل الكوفة كلهم أحرار. فتوقف أبان ثم رجع عن قوله بهذا السبب،
إن هذا يعتق ما لا يملك، كيف يجوز العتق عليه؟ الشاهد قول النبي عليه السلام: ولا عتق إلا فيما يملك. يعني لا بد إذا أراد أن يحرر الرقيق أن يكون هذا الرقيق مملوكا له، ولا بيع إلا فيما تملك. هذه كلها مثل بعضها. يعني الإنسان الذي يبيع، من شروط صحة البيع الملك، أن يكون هذا المبيع، أن تكون السلعة مملوكة للبائع. لكن لو جاء واحد من أطراف الناس وقال: اشتري هذا يا فلان أو بعتك، وهو لا يملكها، لا ينعقد البيع أصلا. ولا بيع إلا فيما يملك. والحديث الذي بعده فيه الزيادة قال: ولا نذر إلا فيما يملك. كيف لا نذر إلا فيما يملك؟ يعني لو جاء وقال: إن شفى الله مريضي، أو إن عدت من سفري، أو إن تزوجت، فهذا العبد أو هذه الدار، أكبر دار في البلد مثلا، هذه صدقة لله، نذر لله، وهو لا يملكها. هنا النذر لا ينعقد، لا ينعقد النذر في هذا، لأنه لا يملك. هذه الأمور الثلاثة كلها، الأربعة، أولها الطلاق، وهو موطن الشاهد من إيراد الحديث في هذا في كتاب الطلاق، أنه لا طلاق إلا لمن يملك العصمة الزوج، ولا عتق إلا لمن يملك، ولا بيع إلا ممن يملك السلعة، ولا نذر، يعني لا ينعقد النذر على شيء إلا إذا كان الناذر يملك هذا الشيء حتى يستطيع الوفاء به. طيب، إذا فعل ذلك، جاء في الحديث الثاني، نعم، ولا نذر إلا فيما يملك. طيب، إذا نذر وقال: علي لله إن شفى مريضي أن تكون هذه الدار في سبيل الله، لا يملك هو. طيب، والنذر هذا ماذا يجب عليه فيه؟ هذا تلاعب بأحكام الله سبحانه وتعالى. ها، يقول ينذر ثم لا يجب عليه شيء؟ لا، هو مؤاخذ بهذا، هو مؤاخذ بهذا، بمعنى أنه هذا الذي صدر منه في حكم اليمين، في حكم اليمين عليه كفارة يمين، لأنه لم يتمكن من الوفاء بهذا النذر، ولا يمكن له أن يفي به، فعليه كفارة يمين. إذن ماذا نفهم من قوله عليه الصلاة والسلام: ولا نذر إلا فيما يملك؟ يعني لا يصبح هذا نذرا حقيقيا، يعني لا ينعقد نذرا، نعم، لكن هذا الناذر الذي قال عليه كفارة يمين، عقوبة له فيما صدر منه، فيما صدر منه، فهو يكفر كفارة يمين، لأن هذا النذر كما قرر العلماء، النذر إذا لم يمكن الوفاء به فإنه يجب على الناذر حينئذ كفارة يمين، تعظيما وإجلالا لشأن النذر. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم في حق عباده المؤمنين: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. الوفاء بالنذر أمر عظيم مطلوب، لكن إذا لم يتمكن فإنه تجب عليه كفارة يمين حتى يتحلل من نذره هذا. نعم. ومن حلف على معصية، جاء حلف ليقتلن فلانا، أو ليفجر والعياذ بالله بهذه المرأة، أو ليشربن الخمر، حلف على معصية، فهذه لا تنعقد، هذه لا يجب عليه أن يفي بها، لكن عليه فيها كفارة يمين. من حلف على معصية فلا يمين له، هذه اليمين، هذه اليمين لا يجب عليه المحافظة عليها، لكن عليه كفارتها، حلف على معصية. ومن حلف على قطيعة رحم قال: والله لا أبر والدي، والعياذ بالله،
أو لأقطعن أرحامي، حلف على معصية، على قطيعة رحم، فهذه لا يلزمه الوفاء بها، لكن عليه فيها كفارة يمين، عليه فيها كفارة يمين، لأنه هنا قد وقع في أمر عظيم، وقع في أمر عظيم، وهو همه بالمعصية والسير في طريقها، حلف على المعصية لا يأتين المعصية، أو حلف على قطيعة الرحم، فلا يجب عليه الوفاء بيمينه هذا، بل عليه أن يكفر وأن يخرج منها، وهو داخل في قوله عليه الصلاة والسلام: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. وجاء في الحديث: والله إني لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. فهذا هنا الآن لا يستطيع إلا أن يكفر، لأنه لو استمر على ما عقد عليه يمينه أثم إثما عظيما. فالسبيل إلى الخروج من هذه الورطة أن يكفر عن يمينه، ولا يلزمه أن يفي بما حلف عليه، ولا نذر إلا فيما ابتغي به وجه الله أيضا، هذه كما جاء في الحديث الثاني: لا نذر إلا فيما ابتغي به وجه الله. النذر قربة يتقرب بها الإنسان إلى ربه سبحانه وتعالى، وهي من باب الشكر، أن الإنسان يشكر الله سبحانه وتعالى أن حصل له مقصوده في شفاء مريض، في عودة غائب، في تحصيل مقصود، ينذر. لكن النذر فيما يغضب الله سبحانه وتعالى، النذر في معصية الله سبحانه وتعالى، هذا لا يلزمه الوفاء به، ولكن كما قلنا عليه فيه كفارة يمين، عليه فيه كفارة يمين. مع أن النذر أيها الإخوة كما مر معنا فيما تقدم، النذر وإن كان المقصود به التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وإن كان المقصود به شكر نعمة الله سبحانه وتعالى، إلا أنه من الأمور المكروهة، مكروه النذر في الشريعة. لماذا؟ لأن الإنسان قد ينذر شيئا فيعجز عنه، فيعجز عن الوفاء به، ولأن الإنسان قد ينذر شيئا في حال الحاجة والضيق، ثم في حال السعة يغلب عليه شيطانه وتغلب عليه نفسه فيتراجع. فلذلك كان النذر من الأمور المكروهة في الشريعة كما ورد أيضا في بعض النصوص. ولماذا؟ إذن ما الحل؟ الحل للإنسان إذا أراد أن يتصدق يتصدق من غير نذر، إذا أراد أن يشكر الله سبحانه وتعالى يشكره من غير أن ينذر. النذر إلزام النفس بفعل طاعة، فلا يلزم نفسه بشيء قد يعجز عن الوفاء عنه، عن الوفاء به. فأحسن من وأحسن من ذلك أنه إذا استجدت له نعمة، أو أراد أن يتصدق، أو أراد أن يشكر الله سبحانه وتعالى، فباب التصدق وباب الطاعة وباب الشكر وباب القربة مفتوح من غير أن يلزم نفسه، كما جاء في الأثر: النذر إنما يستخرج به من البخيل. هو لماذا نذر على نفسه؟ لأنه يشك في أنه لو حصل له المقصود من غير نذر أنه لا يفعل شيئا من الخير، فلذلك يلزم نفسه. لا، هذا البخيل، لكن الإنسان الذي يرجو ما عند الله سبحانه وتعالى لا يفعل ذلك. إذا أراد أن يتصدق، إذا أراد أن يبادر، يبادر في أي وقت، من غير أن يلزم نفسه، ومن غير أن يدخل نفسه في مضيق قد لا يستطيع أن يفي به. باب في الطلاق على غلط. حدثنا عبيد الله بن سعد الزهري، حدثنا عبيد الله بن سعد الزهري أن يعقوب بن إبراهيم حدثهم: أخبرني أبي عن ابن إسحاق عن ثور بن يزيد الحمصي عن محمد بن عبيد بن أبي صالح الذي كان يسكن إيليا قال: خرجت مع عدي بن عدي الكندي حتى قدمنا مكة،
فبعثني إلى صفية بنت شيبة رحمهم الله، وكانت قد حفظت من عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت عائشة تقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا طلاق ولا عتاق في إغلاق. قال أبو داود: الغلاق أظنه في الغضب. نعم، هذا أيضا أمر يتعلق بوقوع الطلاق. مر معنا فيما مضى أن الإنسان إذا طلق وقع طلاقه سواء كان حرا أو عبدا، لكن قد تعرض للإنسان ظروف معينة تجعله يقدم على الطلاق بغير رغبته، بغير رغبته. فهذا الحديث يقول الذي ترويه أم المؤمنين عائشة، ترويه صفية بنت شيبة عن أم المؤمنين عائشة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا طلاق ولا عتق في إغلاق. ما معنى الإغلاق؟ هنا يقول الغضب، الغضب، لكن العلماء قاسوا عليها أشياء أخرى. الغضب ماذا يفعل بالإنسان؟ كثير من الناس يقول بأنه طلق امرأته وهو غضبان، فهل يقع الطلاق أو لا يقع؟ إذا كان الإنسان في حال الاختيار والسعة فالغالب أنه لا يطلق امرأته، لكن لا يطلقها إلا إذا غضب منها، يغضب منها، لكنه يقول لك: أنا قالت لي وقلت لها ودخلت مع من البيت وفعلت وقلت، يعني حافظ لكل ما جرى من الألفاظ والأحوال، يقول: وأنا غضبان فطلقتها. هذا ذهنه موجود حاضر، وإرادته واختياره موجود، فيقع طلاقه. لكن الإغلاق في أي شيء؟ الإغلاق في بعض الناس الذين يخرجهم الغضب عن عقولهم. في بعض الناس إذا غضب لا يدري ماذا يفعل، يتكلم بكلام غير لائق، غير مقبول، لا يمكن أن يقوله في حال السعة والاختيار. فإذا كان الإنسان وصل به الغضب إلى مرحلة تشبه مرحلة الجنون أو العته، أنه لا يدري ما يقول، هذا ذهنه إذن أغلق. هذه صورة من صور الإغلاق. معنى هذا أنه لا يستطيع هنا أن يفكر، انسد باب التفكير في حقه. فلو طلق أو أعتق، لو طلق قال: في هذه الحال امرأته طالق أو عبده حر، يقول: لا طلاق ولا عتق في إغلاق. لأنه لا بد لهذين الأمرين من اكتمال العقل والإدراك، أن يكون الإنسان مكلفا. التصرفات الشرعية تلزم المكلف، المكلف هو الذي لتصرفاته أحكام. الصلاة تلزم المكلف، المكلف من هو؟ البالغ العاقل، الصوم، الحج، وهكذا. مثل هذه أيضا تلزم المكلف، الطلاق لا بد أن يكون من مكلف بالغ عاقل. لو في واحد معتوه والعياذ بالله زوجه أهله، أو كان عاقلا تزوج ثم جن سلب عقله، ومعه امرأته فطلقها في هذه الحال، لا يقع الطلاق لأن عقله غير موجود. وكذلك العتق، لأن العتق فيه إتلاف للمالية، هذا العبد له قيمة وإعتاقه إتلاف لهذه القيمة وتضيع لها، فلا بد أن يكون من مكلف بالغ عاقل، يعني يدرك معنى تصرفاته. طيب، من الأشياء التي تلحق بالإغلاق هذا الذي هو الغضب، شدة الغضب، وليس الغضب العادي، ولكن شدة الغضب التي تخرج الإنسان عن تصرفات العقلاء، من الأشياء الإكراه. ما معنى الإكراه؟ الإكراه هو حمل
يعني إجبار الإنسان على أن يقول أو أن يتصرف بما لا يرضى. يعني لو كان في الأحوال العادية لا يرضى بمثل هذا التصرف. طيب هذا الإكراه درجة واحدة أو درجات؟ ثابت عند جمهور العلماء أن الإكراه هذا درجات، ما يسمى إكراها إلا الذي يفقد فيه الإنسان اختياره. يعني واحد والعياذ بالله أمسك سلاحا وجاء ووقف على رأس آخر ووضع السلاح على رأسه، وهو قادر على استخدام هذا السلاح وقادر على تنفيذ هذا التهديد، وقال له إن لم تطلق زوجتك فلانة أطلقت عليك هذه الرصاصة، فطلق. هذا لا يقع طلاقه لأنه مغلق، الآن أصبح كالآلة في يد غيره، ما عنده اختيار. وكذلك لو أكرهه على عتق عبده أو بيع داره، تصرف من التصرفات التي يشترط فيها الرضا، فلم أكرهه عليه بهذا الأسلوب الواضح القوي، فإنه حينئذ لا يلزمه شيء، لا يقع طلاقه ولا يقع عتقه ولا يقع بيعه. كل هذه في معنى الإغلاق، لأن الإنسان هنا لم يستطع أن يتصرف بمقتضى حريته واختياره. لكن إذا كان الإكراه بشيء يسير يمكن احتماله، يعني قال له إن لم تطلق امرأتك صفعتك على خدك، أو الصفعة مؤلمة لكن قد يحتملها الإنسان إذا كان الإنسان هذا حريصا على امرأته وحريصا على أهل بيته، سيحتمل هذه المسألة. فإذا كان الإكراه هذا بوسيلة يعني غير قوية، أو من إنسان لا يستطيع أن يفعل، يعني لو جاءك طفل صغير مثلا عمره 8 أو 10 سنوات ومعه خشبة في يده، وأنت رجل كبير راشد وقال لك إن لم تطلق زوجتك ضربتك بهذا الخشبة، أنت تستطيع أن تمسك هذا الصبي وتمسك الخشبة، ها؟ فمثل هذا لا يقع به، يقع به الطلاق. لو طلق في هذه الحال فطلاقه طلاق إنسان مختار، وليس هذا من الإكراه الذي يمنع تعلق الحكم. نعم. باب في الطلاق على الهزل. حدثنا القعنبي أخبرنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن عبد الرحمن بن حبيب عن عطاء بن أبي رباح عن ابن ماهك رحمهم الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة. نعم، يعني هذه أمور، الأمور الثلاثة هذه تشترك في هذا المعنى، ما فيها تلاعب. هذه يعني الأصل أن الإنسان إذا قال لامرأته إنها طالق واجهها بالطلاق أن هذا طلاق واقع، لكن لو قال لها طالق وبعدين قال لا أنا كنت مازحا، ما فيها مزاح. هذه ما فيها مزاح، لأن الطلاق المفهوم منه ماذا؟ إنهاء العصمة. الطلاق النكاح أولا، يعني لو جاء وقال يا فلان زوجني ابنتك، قال زوجتك، انعقد النكاح، انعقد النكاح. إذا قال زوجني قال زوجتك، حصل الإيجاب والقبول، انعقد النكاح. ما يأتي بعد ذلك ويقول لا لا أنا كنت مازحا، ما فيها مزاح. هذه ها جدهن جد وهزلهن جد. فينبغي أن يوقر الإنسان هذه الأمور الشرعية ألا يتلاعب بها. وكذلك الرجعة، وفي بعض الأحاديث العتاق، ما يأتي يعتق العبد ويقول لا أنا لم أقصد العتق وإنما كنت مازحا، لا، الرجعة. إذا راجع امرأته، لأن هذه قد تترتب عليها أحكام، يعني لو راجع امرأته طلقها طلقة
ثم جاء وراجعها وقال راجعت زوجتي. رجعت إلى عصمته إذا كان قد بقي له من عدد الطلاق شيء، وإذا وقعت الرجعة قبل انقضاء العدة في هذه الحال تعود إلى عصمته. طيب لو قال لا أنا كنت هازلا، هذا الكلام لا يكفي ولا يصلح، لأنه لو مات في هذه الحال، لو مات بعد أن قال لها راجعت، بعد أن قال راجعت زوجتي ومات، فإن عليها العدة ولها الميراث، يعني لها الميراث، لها الميراث. وكذلك في الزواج لو قال زوجني قال زوجتك فمات وقال لمن حوله لا أنا كنت هازلا، لا يكفي هذا، لأنها زوجه، لها المهر وعليها العدة وترث. فلا ينبغي أن يتلاعب الإنسان بأحكام الشرع. كثير من الناس يظنون أن أحكام الشرع هذه يعني كغيرها، ألفاظ يتلاعب بها الناس، يقول نعم أنا كنت هازلا أنا كنت جادا، لا، وهذه يقع عليها الإشهاد، يعني تقع بها الشهادة. لو قال بأنه طلق امرأته، واجهها وقال هي طالق، ثم بعد ذلك أنكر الطلاق، أنكر هو أن يكون قد طلق، فشهد عليه شاهدان عند القاضي، ثبت عليه الطلاق. ما فيها أن يقول أنا كنت هازلا، أنا كنت هازلا، لا، هذه جد. ولذلك يجب أن توقر هذه الأمور الشرعية، ألا تترك مجالا للتلاعب والعبث. الإنسان لا بد أن لا يستعمل هذه الألفاظ إلا في مكانها الصحيح. إذا كان راغبا في النكاح يتقدم لخطبة المرأة، فإذا حصل الإيجاب والقبول انعقد النكاح، طبعا مع الشهود، مع الشهود وحضور الولي، لكن لأن الولي هو الذي يعني هنا لا بد منه، لا نكاح إلا بولي وشاهد عدل. كذلك بالنسبة للرجعة لا بد للإنسان ألا يفعل ذلك إلا إذا كان قاصدا لإعادة المرأة إلى عصمته قبل نهاية عدتها. لكن إذا كان القصد هذا الهزل والعبث واللغو والتلاعب، هذا لا ينفعه بشيء. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. يقول هل يجوز للمرأة أن تصلي صلاة الجنازة هنا في المسجد على الصلاة على الأموات الذين تقام عليهم الصلاة؟ نعم يجوز لها أن تصلي. يقول معتمر قضى 7 أشواط مع المرشد دون أن يهرول في الأشواط الثلاثة الأول، ما هو الحكم؟ لا شيء عليه الهرولة في الأشواط الثلاثة الأول للقادم للآفاقي، وتسمى الرمل، هذه سنة، سنة لا يترتب على تركها إخلال بالطواف. يقول ما حكم إخراج زكاة المال قبل وقتها؟ لا شيء في ذلك، هذا أمر جائز. وروي أن النبي عليه الصلاة والسلام دفع زكاة عمه العباس لسنتين قادمتين، فلا شيء في ذلك، لكن يكون هذا مراعى. ما معنى المراعاة هنا؟ يعني أن ينظر الإنسان في ماله بعد دوران الحول، يعني إذا كان الحول عنده مثلا في شهر محرم وهو أخرج الزكاة في شوال، ننظر في محرم هل استجدت عنده أموال توجب الزكاة أو لا؟ إن لم يستجد عنده شيء تكفي الزكاة الأولى، وإن استجد فلا بد أن يزكي ما استجد. يقول ما حكم من تأخر في حساب أموال الزكاة حتى تبين أو يتبين أن عليه دين من الدولة؟ إذا كان عليه دين
ينقص النصاب فهذا لا تجب عليه الزكاة، سواء كان هذا للدولة أو لغير الدولة. يقول: ألا تلزم موافقة المرأة على الزواج ليكون نافذاً أو يكتفى بالإجابة والقبول؟ بلى، يحتاج إلى رأي المرأة، كما مر معنا فيما تقدم. البكر تستأذن والثيب تستأمر، يعني لا بد أن تأمر، تقول: نعم زوجوني من فلان، أنا قابلة بفلان. هذه الثيب، لأن الثيب تعرف الرجال ولها خبرة، لكن البكر تستأذن وإذنها صماتها، لكنها لو نطقت وقالت لا أريده لا يصح أن يعقد له عليها جبرا عنها. يقول: هل توجد قاعدة فقهية تسمى الظفرة تجيز للمرء إذا ظفر بحقه بما لا يتجاوزه إذا كان حقه عند غني مماطل؟ هذه ما تسمى الظفرة، تسمى مسألة الظفر. الظفر من ظفر بماله عند غيره، يعني لو وجد مثلا بضاعته أو سلعته أو ثوبه أو سيارته في مكان ما واستطاع أن يأخذه، فإن هذا كما ذكر بعض العلماء هذه مسألة الظفر، يعني أنه ظفر بماله، فله أن يأخذ بمقدار حقه إذا استطاع أن يصل إلى ذلك من غير مفسدة. يقول: أنا يسأل عن الهجرة إلى بلاد أوروبا، يقول: أنا مستقر في عملي لكن خوفا على مستقبل الأولاد أريد أن أهاجر. الأصل بقاء الإنسان المسلم في البلاد الإسلامية التي يتمكن فيها من إقامة شعائر دينه والمحافظة على أسرته بقدر ما يستطيع، لكن السفر إلى بلاد الكفار يجوز في أحوال معينة، يجوز للتعليم، يجوز مثلا للتجارة، يجوز للدراسة مثلا، يجوز للإنسان الذي ضاقت عليه الأرض بما رحبت، إنسان مطارد، إنسان لا يستطيع أن يبقى في مكانه، سيعتقل، سيقتل، سيؤخذ، سيتصادر أمواله إلى آخره بغير حق. أما إذا كانت هذه الأموال تؤخذ بحق لأن عليه ديونا، عليه حقوقا، هذه مسألة أخرى، لكن إذا كان هذا سيؤخذ ماله ظلما أو سيقتل أو سيودع السجن أو سيفعل بأسرته بعض الأفعال المحرمة ظلما وعدوانا، فهذا يعني يجوز له من باب دفع الضرورة أنه يذهب إلى بلد آخر يستطيع أن يأمن فيه على دينه وعلى نفسه. أما في الأحوال الحال التي ذكرها الأخ فيبدو أنها من باب يعني الطمع في الازدياد، أنه يرغب في أن يزيد من دخله، أن كما يقولون يؤمن مستقبل أولاده. المستقبل بيد الله يا إخوة، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. إذا كان الإنسان آمنا في بلده ومطمئنا على دينه وعنده ما يكفيه فالأولى له أن يبقى في بلده. يقول: من يرفع يديه للدعاء في الطواف لا بأس بذلك، ما في شيء، يعني ما في شيء إن شاء الله. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.